بعدنا مثل كأنه أول يوم. قالوا لنا بخمس أيام بده يطلع نتيجة التحقيق، صار سنتين وما طلعت. امبارح بالليل فكرت لازم نروح نقتلهم لهدول المجرمين، لازم يتجازوا، لازم يتحاسبوا. عم نبكي because أنا جيت من أستراليا ورايحين على الروشة، وقفنا وشفنا البوم بالبورت، كتير بكسر القلب because ما منشوف هيك ونحن عايشين. وحلمارة خسرت ابنها، وشو بكسر القلب؟ أنا عندي ابن عمره 5 سنين، صار 6 سنين، وبتخيل إذا أنا خسرت ابني بموت.